وزارة الإعمار والإسكان، جادة فعلا بحل أزمة السكن؟ وراح المقاولة يمكن تراح سبب المشاكل. من الوزير الذي يحاسب خلال هاي الفترة؟ واحد إذا ما حل يا هلي يجي يقول لك أنا ما حليت. يعني هي الوزارة تقول روح ارجو قلنا المستثمر، احنا مين نجيب المستثمر؟ كم تبلغ نسبة المشاريع المتملكة في بغداد؟ لن نسمح بجبي أي مبالغ من المواطنين إلا بعد أن نرى نسبة إنجاز المشروع ويصل إلى مرحلة إنجاز مرضية. تعددت الأسباب والأزمة واحدة، مشاريع وهمية ومتلكئة ومتوقفة منذ 15 عاماً، والمشاريع تكتب على حبر أو معظمها بإنجاز لا يتجاوز 20% مقابل مليارات الدنانير تذهب في مهب الفساد. جهات رقابية وتنفيذية لا تملك الإرادة الحقيقية لإنهاء ملف المشاريع. سنفتح باب تلك المشاريع لنرى ما يخفى من الداخل. أهلا بكم في قيد التحقيق. لم تنقطع مشكلة الخدمات في العراق منذ 15 عاما، المشكلة التي تبدأ من أصغر احتياجات المواطن ولا تنتهي بأكبر حقوقه. وبالرغم من وجود المشاريع التي تقوم بها الدولة سواء في زمن الميزانيات الانفجارية أو في زمن التقشف، إلا إنها لم تغير أي شيء من الخراب الذي يستطيع أي مواطن أن يلاحظه في الشوارع العراقية. هنا مشروع مجمع العامرية السكني، مثال صارخ على ضياع حقوق المواطنين الذين دفعوا الملايين مقابل وعود بتسليمهم شققاً سكنية. مشروع توقف العمل به منذ عام 2014، والمسؤولية ضائعة بين وزارة الإعمار والإسكان وهيئة استثمار بغداد. نتحدث اليوم عن مجمع العامرية السكني، نتحدث تحديدا عن هيئة الاستثمار. شنو موقفها هيئة الاستثمار من هذا المجمع المعطل؟ هيئة الاستثمار هي تنتهي بمنح الإجازة الاستثمارية للمستثمر، والمستثمر بقت إجراءات يكملها ويا الوزارة. فقط يعطوا إجازة الاستثمار بدون متابعة؟ بدون متابعة، وراها طبعا بعد ما يتأكدون من الشركة وإجراءاتها ويا العقد. بس اكو اجراءات اللي يعني الوزاره استعجلت بالاعلان الاستثمار، لانه اولا مساله وزاره الماليه لازم الارض تتملك لمن؟ يعني للمستثمر، مو هاي هنا لازم تملكيها. فهسه مشكلتنا القانونيه بين هيئه الاستثمار وبين وزاره الماليه. وزاره الماليه تقول اني الارض لي، امانه بغداد مصادق على المخططات التصاميم هاي كلها مال العمارات. اكو مشروع مال توحيد. دقيقه هنا نوقف استاذ، امانه بغداد مطي مصادقه على نوع التصاميم، تعطي التصاميم الاساسيه للعمارات كلها لازم بدون العوده الى وزاره الماليه بعد ما تكون بعد ما تتكامل هاي اجراءات قانونيه كلها فنيه قانونيه. طيب شلون بنى اذا ما ماخذ هاي المصادقات؟ احنا هاي الاشكال صارت لانه اول قضيه استثماريه صارت بوزاره الاعمار، هاي صار الاشكال هنا، والنقطه اللي فاصله حد الفاصل ووقف العمل المستثمر لانه واجه حقبات بينه وبين الوزارة مشاكل. فوزارة المالية تقول له أنت ما من صلاحيتك تبني هاي الأرض، إنه لازم أنه تشتري الأرض يندفع سعرها. يلا هسه المشكلة صايرة ثلاثية بين هيئة الاستثمار وزارة المالية وزارتنا. أمانة بغداد تنتهي مشكلتها بالمصادقة على التصاميم، وأكو مشكلة فنية، أكو قطعتين هنا، هي مشروع عبارة عن قطعتين 18 دونم و16 دونم.
طيب. جزء على الغزالية جزء على العامرية، وأكو طريق يخترقها، أكو مشكلة فنية لحد هسه. طريق مخطط بالضبط موجود. بالضبط طريق من أنا مصمم ضمن التصاميم الأساسية على أساس تغيير مساره، وهاي القضية أخذت جهد يعني بين الوزارة يعني ووزارة طيب. المالية والأمانة. نتحدث عن شركة السيا. نعم. اللي هي الشركة المنفذة لهذا المشروع والمستثمرة. نعم. شنو وضعها؟ شنو وضع الشركة؟ إحنا بالنسبة إن تعاقدنا مو ويا الشركة، تعاقدنا ويا الوزارة، يعني عقد. عقدكم مع الوزارة. مع الوزارة، مدير عام الدائرة القانونية والإدارية بالوزارة أستاذ سمير رمضان هو المصادق على العقد بتوجيه الوزير. وعقد. من اللي أعطى الأذن لهذه الشركة؟ أي وزير؟ وزير العمارة المهندس محمد صاحب الدراجة عام 2013. من 2013. هو هنا السؤال، هذا المشروع مر على 5 وزراء. نعم. مشروع يمر على 5 وزراء ما يحل؟ إحنا يعني من بداية صارت الإشكال 2015 كثير من المسؤولين بالوزارة مدراء عامين وكلاء وزارة كانوا مسجلين قطع شقتين ثلاثة، سحبوا أموالهم. وكيل وزير مسجل على كلا وزارة مسجلين على قطعتين على شقتين ثلاثة ومدراء عامين. أنا أحكي لك، أنا كنت مدير قسم بالوزارة. طيب كيف وكيل وزير أو مدير عام بوزارة يسجل على شقق هو يعرف أنه هذا المشروع ممكن أن يعطل أو ما أنجز؟ هذه حصل موافقات هو وزير. هذا تبقى أنه رجعت فلوسهم الوكلاء والمدراء؟ استلموا إيه بالضبط لحد 2018 استلموا. وأنتوا؟ احنا بعدنا لانه يقولون الفلوس ماكو ودني انحطت بالمشروع، ويعني بحدود 8 ملايين دولار احنا اللي دافعيه، 10 مليارات وكسور دينار. الناس سؤال، المبلغ اللي دفع كدفعه اوليه للمشروع ايش قد؟ 8 ملايين وشويه دولار للمستثمر. هاي نسبه الانجاز. نسبه انجاز ايش قد بالضبط؟ هو من يعرف نسبه انجاز؟ اكو لغط بيها، يعني تقرير مفتش عام يقول 10%، الوزاره تقول لا، قسم يقولون 25%. لازم لجان، اكو لجان تحقيقيه. اتصور هسه انثارت القضيه، وكيل وزاره والوزيره اتصور حق اللي سوى نظام الاستثمار مو بس الوزير، المستشار السابق خالد سليمان. هذا طلع تقاعد عام 2014 العفو شهر التاسع، وهو اللي جاب الشركه. ما اعرف انه القضيه الوساطه من خلاله هو. قلت لك هو هاي اللي احنا اصلا ما لها تجربه، وزارتنا مسؤوله عن مشاريع طرق وكذا، اول مشروع استثماري هاي تدخل بيه. الاستثمار شروطه انه عندك ارض كامله التصاميم، عندك مستثمر، عنده ملاءه ماليه يسموها. طيب اموال كافيه. تحدثنا عن نسبه الانجاز، نسبه الفساد في هذا المشروع ايش قد؟ والله هو لجان تحقيقيه يعني رايك اي يعني ما تعرف موظف في الاسكان. اي عضو مجلس اداره كنت اصلا بدائره الاسكان اللي دائره مسؤوله عن المجمع، يعني هذا المشاريع. انت موظف من هذه الدائره؟ بالضبط، طلع التقاعد على اساس اتملك لشقه قبل سنتين ثلاثه وكل شيء ماكو. دفعنا فلوسنا وهاي 25 مليون صار عندنا. اكو فساد بهذا المشروع؟ تبقى انه اللجان التحقيقيه تعطي مجال، لازم انه هسه انا ادري بها انه قضيه فساد، يعني سمعنا بها بالوزاره استدعاء الاطراف، يعني اللي لانه قانون العقوبات ما يمنع من استدعاء اي موظف عيل القدمه او النقل عن اشياء كانت اثناء اداء الواجبه. طيب اليوم اذا تبين اكو تقصير او اكو ملف فساد، من الوزير الذي يحاسب خلال هاي الفتره؟ هو الوزير راح يجي يعطي دفوعاته، والشخص الموجود اللي جاب شركه الاستثمار. اذا احنا ما عندنا صفه رسميه ويا شركه. طيب ما المفروض يتحقق مع 5 وزراء؟ هم كل من يقول لك اني كل واحد يذبح على الاخ، يا اللي يجي يقول لك اني ما عليه. قابلنا وزراء، اني من الناس وزير بنكير ركاني 2018 شهر العاشر اول دائره زارنا، انا عضو مجلس اداره ومدير اداره. فتحت قلت لسياده الوزير صار لنا 6 سنين ترى فلوسنا، قال ان شاء الله وهاي القضيه تنحال، هي مشروع التاجيات. هاي طلع الوزير وماكو، جت الوزيره صار 40 يوم مقدمين لها طلب على المقابله، لحد الان ما محدده موقف، واحنا هاي نقطه تثبت على السيده الوزيره. طبعا. يعني 40 يوم احنا موظفين دنتاني حقوقنا بهالشمس الحاره وطالعين تظاهرات يوميه، وناس موظفات وعايفين شغلنا وبهالحر هذا اللي فوق ال 50 درجه الدرجه الحراره، وده نطلع نطالب بحقوقنا على مود نضمن عايش رغيد الحوائن. شكرا جزيلا لك، تعبنا. استاذ اليوم جنابك ايش قد دفعت لوزاره الاعمار والاسكان حتى تشتري شقه من هذه الشقه؟ والله استاذ العزيز انا دافع بحدود تقريبا 23 مليون. 23 مليون؟ اي نعم. دفعنا اول ما سجلنا العقد 20%. طيب
وبعدين 7% وهي على شكل دفعات يعني. في أي سنة سجلت؟ أنا سجلت بسنة 2013. طيب أنا هنا هذا عقد جنابك يقول يقوم الطرف الأول اللي هو الشركة. أي نعم. شركة أو الوزارة. 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 عقدكم نعم. مع الوزارة. نعم. الطرف البائع، الطرف الأول البائع وزارة الإعمار والإسكان، يمثلها السيد سمير رمضان مدير الدائرة الإدارية والقانونية. نعم. يقول الطرف الأول يقوم الطرف الأول بتسجيل الشقة باسم الطرف الثاني خلال فترة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ التسليم الأول للمشروع. يعني خلال سنة لازم أنتوا 2014 أنتوا عندكم شقة باسمكم. المفروض. مو؟ المفروض. هسه شنو الموجود قدامي؟ المفروض هسه شبه هيكل يعني. تراب هذا مو هيكل. مجرد إيه يعني هي هذا البناية قدامك تشوفها عبارة عن دنق قالب خشب. طيب اليوم انت تثق بمنظومة الحكومة هذه عندما تكون بهيج موقف انت؟ والله استاذ العزيز احنا ثقينا بالوزارة، يعني احنا اساسا موظفين بالوزارة. حاليا يعني موظف انت؟ نعم حاليا موظف. طيب انت يعني ابن الوزارة؟ احنا ثقينا بالوزارة وانطانا مبالغنا، يعني بعد ما انت ثق. طيب والوزير انت ابن الوزارة ما قابلت الوزير وقلت له؟ والله اكثر من مرة حاولنا وطلعنا مظاهرات وهاي 5 وزارات لحد الان ما شافوا يعني ما لقوا لنا حل. ما لقوا 5 وزارات يعني مرة. هذا المستثمر وراء رؤوس كبار هذا المشروع يعني هو مبين مشروع من بدايته بتلكؤات وبي لازم بيه فساد، فلهذا لازم اكو من يسنده. طيب الوزراء اللي يجون من يريدون يرجعون مبالغكم يقولوا لكم انه اخذوها لو يقولوا لكم حيصير المشروع يتقدم؟ شو قصار استرداد المبالغ؟ نعم. وقت الوزير طارق الخيقاني. نعم. هم صارت ضجة وطلعنا مظاهرات، فقال اللي يحب ياخذ يرجع المبالغ اللي طيب. سلمها يا اما بعد شهر راح يبدا المشروع ينجز. هاي شو وعدكم الوزير؟ اي نعم. اللي عنده ايش قد انسحبوا تقريبا؟ سحبوا نصف العدد تقريبا. نصف العدد. 900 وشوي. والنصف الباقي تأمل. 427 شخص مسجل. 427 يتأمل انه خلال شهر بالضبط يرجع العمل من جديد. ويعني هذا الحكي من سنة 2015 واللي احنا 2020 ولا قيد نملة مثل ما يقولون، تحرك المشروع وبقى على حاله. طيب اليوم شنو المطلب الرئيسي او شنو الموضوع اللي وين وصل؟ والله صار هو يا وزير اللي تروح له يقول لك هذا مو بعهدي واني مالي يعني يذبها براس المسؤولين. التنصل عن المسؤولية. يتنصل عن المسؤولية. وسا حاليا نتأمل خير بالوزيرة الجديدة وشوف انه حل الموضوعنا، واحنا من خلالكم نطالب سيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان يلقي لنا حل لهذا الموضوع. يعني احنا عبارة عن 427 مواطن، يعني 427 عائلة. طيب. كلهم كانوا متأملين أن يلقون سقف يحميهم زين. من هالأوضاع هاي. أنا سمعت أكو مقترح من وكيل وزير الإعمار والإسكان، شنو هذا المقترح أو مقترحكم أو مقترح الوكيل شنو مقترح؟ المقترح على أساس يا أما يرجع المستثمر من جديد يباشر بالعمل على ضوء يعني ضمانات، يا أما تحب يبقى المشترك بال يعني يبقى ويا المستثمر القديم واللي هو احنا صراحه ما انا يعني بالنسبه لي ما عندي ثقه بي صراحه. يعني هي شركه السية لو هسه الطب للانترنت ما تلقي عندها موقع هاي اولا. طيب. ولا عندها مشاريع بناء بالعراق نهائيا ولا باي مكان. كل اللي عندها تقدر تدور عليها تجهيز مطار بغداد الدولي بسنة 2015 أو 14 بثلاث مكتبي ما أعرف مين جابوا لنا هاي بس. وأنت هسه طب ريشوف مقر الشركة وين؟ ما نعرف وين مقر الشركة. ما متواجهين أنتم؟ ما نعرف لا. يعني هي الوزارة تقول روح جيبوا لنا مستثمر، إحنا مين نجيب المستثمر؟ وزارة تقول لك جيب مستثمر؟ أنت مواطن شغلك تجيب مستثمر؟ هاي ما أعرف والله هاي يعني هاي كل ما نقابل والله المستثمر ما يجي، المستثمر ما يقبل، وعندنا قضايا ويا قانونية، احنا زين احنا مو موضوعنا احنا. زين مستثمر انا يعني مستثمر انا مستغرب من وزارة دز كتاب استدعاء بطريقة التفاوض، يعني 7 سنوات الوزارة تقول للمستثمر تفضل نتفاوض معاك. والله يعني مطلت 8 مليون دولار؟
هذا هذا الموضوع المفروض يعني هم يبحثون به يعني يدزون لك هذا السؤال كأنه هو صاحب فضل. هذا السؤال راح ينطرح الى السيد وكيل الوزاره استاذ جابر الحساني يعني حتى نعرف كيف تتعامل الدوله مع شخص ياخذ اموال طائله ويترك ارض. هذا السؤال راح نطرحه في برنامجنا. والله من احنا شكرا جزيلا لك. شكرا. سيادة الوكيل اليوم نتحدث عن المشاريع الخاصة بتحديدا المشاريع السكنية. اليوم المشاريع السكنية تعرف الوضع البلد بحاجة إلى مجمعات سكنية بحاجة إلى حل أزمة السكن في العراق. هذه الأزمة شنو أنواع التلكؤات اللي يصير في هذه المشاريع؟ أستاذ الكريم بالنسبة لقضية السكن وكما هو يعني معروف ومتداول للإعلام وغيره بالعراق فيها أزمة كبيرة وهناك يعني جاب كبير ما بين الرصيد السكني اللي هو موجود وما بين الحاجة اللي احنا نطلق عليها يعني الأزمة أو الشحة في الرصيد السكني. هذا العجز في الوحدات السكنية بحدود يعني أكثر من 2 مليون وحدة سكنية ما بقولك يعني حسب الدراسات يعني عندنا بحدود 2.5 مليون وحدة سكنية عجز بالرصيد السكني وهذا السبب في زيادة يعني أسعار الإيجارات والاكتظاظ والكثافات يعني السكانية اللي غير صحية حقيقة واللي يعني تعتبر تشكل أزمات في يعني في المجتمع. كذلك وجود تجاوزات على أملاك الدولة من الأراضي وغيرها وسبب عشوائيات. هذا يعني المشكلة يعني بأبعادها. هل الموضوع يحتاج إلى خطط ورسم سياسات من هذه الخطط؟ طبعا من الدولة يعني من الحكومة تحديدا الجهات المعنية اللي وزارة الإسكان وزارتكم معنية. نعم. بالدرجة الأولى نعم وزارتنا المعنية وزارة التخطيط ووزارة التخطيط ووزارتنا طبعا إلى إضافة الجهات الساندة اللي هي وزارة المالية توفر التخصصات مكتب رئيس الوزراء الهيئة المستشارين قدم دعم وجهات دولية أخرى مثل هابيتات. تمام سيادة الوكيل عذر المقاطعة. رسم السياسة موجودة السياسة الوطنية الإسكان موجودة ومحدثة لغاية 2017 وخطوات يعني اللي يمشي عليها لردم هذا الهوى وتنفيذ الخطة موجودة ولكن الذي يقف عائق دون تنفيذ الخطة هي أولا توفير الأموال للمشاريع المرسومة هاي أولا. ثانيا هذا الاموال الدوله ويعني توفر الدوله عن طريق وزاره الماليه تبقى عاجزه عن تلبيه الطموح. طيب لان اموال طائله يحتاج فيجب ان نوفر بيئه اخرى للتمويل والتنفيذ اللي هي الاستثمار. هو هنا هذا السؤال الاهم الاستثمار. نعم. احنا تحدثت عن فتره ازمه ماليه. تمام. انا اتحدثك عن وضع بلد من بعد 2003. تمام. وضع البلد بعد 2003 لغايه 2014 وضع المالي جدا جيد ومن اكثر البلدان استقرار مالي. صحيح. بموازنات انفجاريه سميت. صح. طيب انا اتحدث عن وزاره الاعمار والاسكان بهذه الموازنات الانفجاريه لماذا لم تخطط لمجمعات سكنية واطئة الكلفة؟ لماذا لم تخطط لمشاريع استراتيجية للإسكان للموظفين بقطوعات شهرية تقطع من رواتبهم؟ لماذا لم تعطى لشريحة الفقراء أهمية بالغة بهذه الأزمة السكنية؟ السؤال وزارة الإعمار والإسكان جادة فعلا بحل أزمة السكن بوضع استراتيجيات مستقبلية لهذه الأزمة؟ نعم حضرتك قلت انه وضع العراق المالي لحد 2014 جيد صحيح بس هو وضع العراق من بعد 2003 الى تقريبا 2009 الوضع الامني كان يعني مرتبك. نعم صح. وكانت اموال ترصد للمحافظات والوزارات هذه الاموال يعني لا تنفذ من الخطه وترجع لوزاره الماليه
لعزوف الشركات عن تنفيذ وجود التهديدات الأمنية وغيرها. وضع أمني خطير. نعم. وضع أمني كان يعني خانت. طبعا هذا يعني أنا أقول وضع أمني ليس في عموم العراق، بمناطق أخرى مثل بالجنوب والوسط لا كان وضع أمني جيد. جيد جدا. بس أيضا صار قصور بالتنفيذ. مثل ما أسرت حضرتك الخطط موجودة. نعم. عندنا السياسة الوطنية للإسكان وعندنا الخطط موجودة وأيضا كل المقومات العمل يعني مهيئة، ولكن تبقى قضية التمويل. هذا جانب قضية التمويل، وقضية ثانية موضوع الأراضي. الأراضي اللازمة لتوفير البناء الجماعة السكنية. تعرف أنه الوزارة صحيح إنه يعني وزارة بعدين في 2015 صار دمج، كان يعني وزير واحد الوزارتين ممكن يسهل الإجراءات، ولكن هناك كم كبير من الأراضي نحتاجها مرتبطة بقرارات الدولة، وزارة المالية، وهذا أيضا لها علاقة ب قد يكون لها التزامات قانونية، وزارة الزراعة لها اليد بالموضوع. طيب. صار موافقات من وزارة النفط مثلا، والآثار، دوائر أخرى قد يكون لها علاقة بالموضوع. هذا عقبة كبيرة موضوع حسم موضوع الأراضي، وهذا يعني أنا أدعو من هذا يعني اللقاء وقناة الكريمة أن تكون هناك جهة واحدة لها صلاحيات واسعة في حسم موضوع الأراضي تحتاج المشاريع. هناك الصلاحيات مقسمة، وزارة المالية لها رأي، وزارة البلديات لها رأي، المحافظات لها رأي، أكو تشتت بالقرار، تشتت يعني في مصدر القرار. نعم. وصاحب الصلاحية، وهذا طبعا شيء مو صحي مو سليم. المفروض جهة واحدة لديها صلاحية على أنه تحويل الأراضي من ملكية جهة إلى جهة. طيب وزارة الإعمار والإسكان ما درست قضية مهمة جدا قبل ما تكون الأزمة تراجع أسعار النفط، قضية الاستثمار من خلال النفط، استثمار الشركات. هذا مو صلاحية الوزارة، احنا قدمنا مشاريع. هو هذا مقترح. أنا شخصيا قدمت أكثر من مرة مشروع واقترحت يعني حتى لجنة الخدمات النيابية أنه البناء مقابل النفط أو النفط مقابل البناء، قال هذا يحتاج إلى غطاء قانوني. طيب هو غطاء منين يطلع؟ مشروع قرار من الحكومة يروح للاستيراد. الاستيراد الداخلي اليوم للعراق مقابل النفط، بالضبط حوله مقابل الإسكان. أو وجود اتفاقيات، فعل اتفاقيات هاي الموجودة. اتفاقية توقع بين بلدان. لا اتفاقيات تكون اتفاق موقع قد يعني وبها السكن احنا حاطين نظر اعتبار حاجتنا للسكن ويعني والخططنا لتنفيذ الإسكان. طيب. بالعراق هذا ممكن يتفعل أو يصير اتفاقية جديدة، مو فد شيء مهم. سيادة الوكيل كم مشروع متلك بالعراق؟ بعموم الوزارات وعموم العراق أتحدث. بعموم العراق أنا ما أعرف، هذا هي وزارة التخطيط العدد. طيب. بس أنا أحكي لك على وزارتنا، إحنا عندنا بحدود 264 مشروع على الخطة الاستثمارية للوزارة، شقيها. هذه بأي سنة؟ أنت هذه مستمرة لحد الآن. لحد الآن. تركت سنوات؟ مثل ما نقول إحنا في خطتنا 2020، معناك مشاريع قرى 19، أكو مشاريع 18، أكو مشاريع يعود تاريخ لحد 2007 ما منجز لحد الآن. 264 مشروع، منها مشاريع متوقفة بسبب الأزمة المالية. طيب. وأكو مشاريع متلكة يرجع للشركات يعني. طيب. أخذنا إجراءات مع الشركات، صاحب العمل وغيرها يعني أكثر من مرة. بس يعني هي تبقى يعني اسمها مشاريع متلكة وبها إجراءات. وحتى يعني قرارات الحكومة اللي صدرت، قرارات وزارة التخطيط من 347 سنة 2015. عالج فقط المشاريع المتوقفة بسبب الأزمة المالية، الممتلكة لها غير حساب. زين سيادة الوكيل، نتحدث عن دفعات الأموال التي أعطيت للمقاول المستثمر، شو نسمي بعد، 8 مليون دولار أو أكثر من 8 مليون دولار، حوالي 7 و يعني 7 و يعني 500 أعتقد 7 ونصف 7 مليون، نعم. مليون دولار. احنا ذهبنا للموقع، الموقع عبارة عن هياكل. نعم. 4 هياكل أو 5 هياكل لا أكثر. نعم. كيف تعطى مبالغ بسبعة ونصف مليون دولار مقابل تراب؟ هو يعني أقول هاي الشركة أكون مكتب استشاري. نعم. يعمل كمهندس مقيم. وعقد موجود بين الشركة وبين الوزارة وبين المكتب وبين الوزارة، إنه الشركة عندما تعمل المكتب الاستشاري يأيد. طيب. العمل نسبة الإنجاز، والوزارة تدفع لها المبالغ بناء على تأييد. بناء على تأييده هو يعني. طيب لجان الوزارة. نعم. وينها؟ هو يعتبر مهندس مقيم ممثل الوزارة.
طيب من نعم. من يقول انه صاحب الاستشاره هو فعلا اعطى القيمه الحقيقيه للانجاز؟ هو بموجب القانون طيب. موجب الشروط العامه هذا يعتبر يعني ممثل المهندس، ممثل رب العمل، او هو المهندس هو ممثل رب الشركة. العمل الشركه المكتب الاستشاري لمن تابع؟ متعاقد ومكتب استشاري يعني خارجي. اذا انا احكي عن دور وزاره. دور وزاره هي كوضع النسبه وزارة الانجاز. اختارت هذا المكتب ممثل عنها، فهي يعني ملزمه بتصديق ما يجي منها. نسبه الانجاز 19%. نسبه الانجاز هم مقدريها 28 مكتب 28. المكتب الاستشاري، وحقيقه الواقع يعني لا تصل الى 15%. جنابك رحت له؟ انا ما رحت، أنا رحت مشروع التاجيات. سيادة الوكيل إذا تروح له ما تعطي نسبة إنجاز 5%. أي أنا ما رحت له ليش؟ إنه بيه قضايا قانونية. إحنا قائمين دعوة على الشركة لفسخ العقد، يريد يحل مشكلة المواطنين، المواطنين يطالبون تفسخ عقده بدون ما تاخذ فلوسك؟ لا اسمح لي، المواطنين يطالبوننا بسداد مبالغهم. نعم. هاي المبالغ يعني منين نجيبها احنا؟ يعني هي في عند الشركة. الشركة لا تقبل انه تجي تشتغل تعمل ولا تعطي الاموال ولا تسترجع الاموال للمواطنين ولا تقبل تفسخ العقد. احنا لجأنا الى هيئه استثمار بغداد باعتبارها الجهه مانحت الاجازه الاستثماريه. طيب طلبنا منهم انه يلغون الاجازه الاستثماريه بناء على المعطيات الموجوده، تلك الشركه وتاخرها. تم الغاء الاجازه ولا بعد؟ اولا يعني في البدايه استثمار بغداد يعني استجابوا الموضوع. طيب بعد ذلك استثمار بغداد رفضوا الغاء الاجازه الاستثماريه. ليش؟ السبب. رغم المعطيات الموجوده انه هذا الشركه يعني غير قادره على انجاز العمل وما عندها قدره ماليه وهناك ضغط يعني من المسجلين، ما استجابت رغم المخاطبات والكتب. والله ما اعرف ليش، يعني اذا ممكن توجههم سؤال يعني ليش انه تحمل مسؤوليه استثمار بغداد؟ انا اقول تحملون مسؤوليه استثمار بغداد ويوقفون عائق امام استحصال حقوق المواطنين والإسراع في إنجاز المشروع. طيب أنا اليوم أنا كشخص متابع أنا أعرف يعني استثمار بغداد صلاحياتها أو عملها هي فقط تعطي إجازة استثمار. تمام. لا غير. وإيش؟ يعني لا عندها دور رقابي، حتى دور رقابي ما عندها. هي تعطي إجازة فقط. هم يظلون يعني مشرفين يعني تابعون العمل. عمل يتابعون؟ هذا دور وزارة الإعمار والإسكان التابع للعمل. لا هو بال يعني هسه قد يكون إجازة استثمارية ما تعلق بوزارتنا بغير. يعني هو أوكي أي وزارة يتابعوها لازم يتابعوها يعني. بس هو هاي قضية يعني إزالة جدلية بيننا وبينهم، من يشرف على العمل من ناحية النوعية؟ قانونيا من يشرف على العمل؟ المفروض هو اللي يوقع العقد. يوقع العقد أنت. اللي إحنا يعني إحنا هو يعني أي جهة. طيب هسه المواطن يقول لك أنا لا استثمار بغداد ولا شركة سيئة هي المعنية بإرجاع حقوقها. أنا متعاقد عقد، أنا قاري العقد، الطرف الأول وزارة الإعمار والإسكان. صحيح. أنا صاحب الطرف الثاني المتضرر. صح. أنا أخذ حقي من الوزارة. المبالغ دفعت للشركة. أي بس أنا معقد ويا من. إحنا نحكي بالقانون. إحنا الوزارة من تجيب الأموال يعني إذا تسترجع. شو الباب القانوني؟ ليش ما وضعت ضمانات مع الشركة؟ موجود ضمانات. شنو هي الضمانات؟ بالضبط هي يعني التأمينات وما تأمينات وغيرها. ولكن. أكو أرصدة بنوقية عليها هذه الشركة؟ لا لا. لا ما. طيب هذه الشركة عندها مقر في بغداد؟ هي شركة عراقية محلية ما عندها مقر في بغداد. هي محلية ما عندها مقر في بغداد. لا وين مقرها؟ ما عندها مقر أصلا. ما أعرف والله، هاي سل اللي تعاقدوا على الموضوع هذا. من المسؤول عن العقود؟ يعني هاي العقد بدأ 2013 كان يعني وزارة معني. وزارة طبعا. طيب الوزارة يتحمل يعني من أصدر الأمر ولا وافق ولا من الوكيل الإداري أو فني اللي لا لا هو يعني تابع حال القضايا. الموضوع هذا هو طبعا صلاحية وزير. وزيرك مباشرة الوزير لو يمر على لا وزير ومستشار كان يعني ومستشار يعني فني موجود. طيب أنا اليوم خمس وزراء أعطي نموذج المجمع العامرية نموذج مجمع العامرية، خمس وزراء ما قدروا يحلون قصة مجمع العامرية. القضية هناك عقد وهناك إجازة استثمارية. الإجازة الاستثمارية يعني ما دام منحت الجهة المخولة بإلغاها هي الجهة اللي أصدرتها اللي هي استثمار بغداد. طيب احنا في يعني ذهبنا للمحكمه لفسخ العقد، مضطرين لفسخ العقد حتى نشوف لنا شارع هذا الموضوع، نجيب مستثمر يجي يكمل مثل ما صار بالتاجيات، نروح احنا نعلنا الى جهه الى استثمار يجي يشتغل يعني على الموضوع. يعني المهم شفنا في الطريقه حل لهذا الموضوع. ينحل الموضوع طبعا ينحل. هسه من شو وقت ينحل؟ هسه اذا بالغاء الاجازه الاستثماريه، بالغاء الاجازه الاستثماريه ينحل الموضوع، وهذا بقرار
يصدر منها استثمار بغداد. أنا ليش قلت لك إنه هي استثمار بغداد هي؟ حنسأل هيئة الاستثمار. سألوها. حنسألهم عن هالقضية. شنو الأسباب إنه ما ألغون؟ شنو السر إنه ما ألغي أني هذه الاستثمار هذه؟ مع وجود المعطيات اللي تثبت إنه الشركة هاي عاجزة. القضاء شنو دوره بهذا الملف؟ القضاء يعني. ما صدر مذكرة إلقاء قبض احتجاز تحقيق. يعني المعلومات إنه من صارت قام الدعوة. القضاء سأل الوزارة هل إنه يعني الوزارة استعداد للتفاوض؟ يعني إعطاء فرصة للشركة. القضاء يقول هيك. نعم هذا يعني حسب ما وردني من قسم الاستثمار. عرضوا ذلك إحنا سوينا كتاب اللي شفته حضرتك تقول عليه هذا إنه وجهنا دارة الإسكان إنه خل تجي الشركة حتى إحنا يعني. أنا اليوم مع احترامي يعني سيادة الوكيل لقرارات أو لدراسات لكن أنا ما أقتنع إنه القضاء يصدر به هيش قرار لأن هذا مو سليم هذا القرار. أنت قلت ما بين هذا الكتاب اللي بشهر السابع 2020 ما بين 2013 أكو أشياء قلت صارت. نعم. شد وجذب وهذه نعم. أمور صارت. نعم. حتى ترجعون حقوق أو تكملون حقوق الناس يعني. لكن أنا 7 سنوات القضاء يقول عندكم إمكانية تفاوض وزارة الإعمار تقول للشركة تعالوا نتفاوض وياكم 7 سنوات في غير دولة ينذب سجن هذا المستثمر. أنا أتحدث عن دولة بها القانون مستتب وترى وفوق الجميع القانون هو يحاسب ولكنه وجود الإجراءات الاستثمارية صار عائق بين إجراءاتنا احنا كوزارة. طيب هيئة النزاهة شنو موقفها؟ يعني أعتقد أكو دعوة من هيئة النزاهة. أوكي هيئة النزاهة إذا توجه هيئة النزاهة برأيك اليوم وكيل إذا توجه هيئة النزاهة كتاب لهيئة الاستثمار ما ترفع الإجازة؟ ترفع الإجازة فوريا ترفع يفترض غير؟ أي ترفع الإجازة ولو كان هذا مقاول مو مستثمر ما عنده إجازة. نعم. هذا ما يأخذ إجراءات غير 14 يوم عندنا. 14 يوم نوجه له إنذار نهائي. طيب. وبعده يصير سحب العمل وتأخذ إجراءات قانونية بحقه يعني. يوضع طيب. القائمة السوداء وصادرة الأموال الموجودة في الموقع ولكن هذا موضوع استثمار ما عندنا يعني اليد العليا فيه. سيادة الوكيل 7.5 مليون دولار. أي. من هذه الدفعات من وزارة المالية؟ لا هذا من المواطنين. أموال المواطنين كلها 7 مليون دولار أموال ايه المواطنين؟ اي أموال المواطنين شلون؟ يعني مسجل قاعد تاخذ من عنده 25 مليون دينار اي 5 بالدولار 25 ألف دولار أو كذا يعني. 25 مليون دينار ايه قرابة 2000 دولار 20 ألف دولار تمام؟ ايه 20 ألف دولار من كل مواطن. نعم. أنت المسجلين كلهم بال 800 مواطن اي احسبها لا مو كلهم نفس المبلغ أكو متفاوت دفعوا 30 أنا أعرف ناس وعدها في 37. زين ليش مدراء عامين بوزارة الإعمار والإسكان رجعت لهم فلوسهم والمواطن الفقير ما رجعت له فلوسه؟ عندكم مدراء بوزارة سجلوا على شقق ورجعت لهم فلوس؟ أكو مدراء عامين وأكو أعلى من مدراء عامين رجعت لهم فلوس. ليش؟ والمواطن ليش ما ترجع له فلوسه؟ هذا بالبداية مو كل المبلغ اللي أخذوه. طيب. انطوا للشركة هم أخذوا استلموا حوالي 8.5 مليون أعتقد الشيء فاللي انطوا 7.5 يمكن طيب. بقى مليون دولار. جوز رجعوها من هذا المبلغ. سيادة الوكيل أنت صريح. أنا شفاف. نعم. متابع تصريحات لجنابك. نعم. أنت صريح. تمتلك الجرأة. نعم. إيش قد نسبة بس الفساد؟ بس إلى حدود معينة. لا أنا أريد ما بدون حدود. إيش قد نسبة الفساد في هذا الموقع؟ والله هو. يعني مثل ما أكو نسبة إنجاز. لا هو. أكو نسبة فساد. لا هو العقد كله يقول هذا يعني موضوع يعني ما بي شفافية العقد كله. لما يعني أما استثمار مطلق. أو مقاول يعني أنتوا لا طيتوا استثمار مطلق لا ما استثمار ولا مطلق. مقاول ولا أو مقاول يا وزير يتحمل هاي المسؤولية خلنا نأخذها بشجاعة منك لا مو يعني هو من الوزير صاحب الأول السيد محمد صاحب الدراجي هو بوقته كان الأستاذ محمد يعني وهو وزير بس الموقع العقد هو المستشار مالته خالد سليمان أعتقد ويعني هي المنظومة اللي أعطت الموافقة اللي وقعت اللي زود كشوفات هي كلها منظومة عمل وحدة هاي المنظومة هي تحمل المسؤولية. يحق للمواطن. أنا يعني سامي يوم وكيل ما أقدر أخذ قرار بوحدي. أكو أعلى مني وأكو جهات أقل مني يعني بالمسؤولية. كنا نشتغل من منظومة واحدة مفروض. عندي سؤالين نعم. ونختم حوارنا. هل يحق للمواطن المستفيد من هذه المجمعات إقامة دعوة قضائية عليكم؟ طبعًا. طبعًا. المواطن يعني حق له يقيم دعوة علينا ويحق له أيضًا حتى يطالبنا بالفوائد على المبالغ. بالضبط. السؤال الثاني. وهو حيكون ختام حوارنا متى يمكن وراء هالمقاولة يمكن ترى سبيل المشاكل
جزمته قمصبه. لا ما لا قمصبه ولا بس هذا انا احكي انا حق شغله احنا حق الغايه سياده الوكيل الغايه ايصال الحقيقه بامانه. متى يكون للمواطن العراقي سكن يناسب تاريخ العراق؟ هو طبعا الدستور كفل يعني لكل مواطن انه سكن ملائم له. نعم. وهذا حق مشروع وابسط حقوق يعني يعني دلاله المواطنه هو وجود سكن. متى؟ هذا متى ما وجدت اراده حقيقيه، اراده سياسيه واراده دوله في توفير السكن. طبعا هالاراده يعني راح تكون نتيجه شنو؟ توفير اموال. نعم. وتوفير بيئه استثماريه حقيقيه وتوفير كل مناخات للاستثمار. زين احنا احكي لك احنا بالوزاره شكل وزاره يعني الاعمار والسكان والبلديات يعني كوزاره واحده عندنا المقومات موجوده الاراضي يعني يعني اللي طيب. اللي قد عندنا وصار يعني بالحكومه السابقه برنامجها مع توفير المدن الجديده والسيد الوزير السابق الاستاذ بنجين يعني اشرف على موضوع قضيه المدن الجديده وصار فرق عمل وهيئه الارضيه الان سيد الوزيره ست نازنين وزيره الاعمار والسكان والبلديات مصره يعني على المضي بهذا الموضوع وتوفير الاراضي ونجاح المدن الجديده. خليني حتخليني افتح باب بودي ما افتحه لانه هذا الباب اذا فتحه يراد لي حلقتين. السيد بنكين وعد كبير. نعم. وهذا الوعد يشكل عليه. نعم. بموضوع قطع الاراضي اللي توزع للفقراء. نعم. تمام. وعد وعد الرجال وين بس وين يعني امر حكومه حكومتهم طيب انتهى. وين يعني وين القطع؟ القطع هو لحد الان يعني عندنا تصاميم موجوده القطع. عندنا سمته بالبصره. أنا أتحدث عن تصاميم لو أتحدث بوجودة وجود واقع حال. لا لا وجود واقع حال وين؟ بس أبو غريب كل شيء ماكو. لا احنا نحكي كمشروع كامل في كل العراق. كل العراق. نعم عندنا منطقة بالبصرة كملة. طيب. المدينة مدة السياب كملة كتصاميم. كملة شنو تصاميم بفقط؟ تصاميم طبعا وبقى القرار قرار إفراز لازم احنا والمحافظة يصير إفراز ويصير توزيع سندات. وصارت إجراءات انه صار انه طلب من المحافظة تقديم الأعداد الحقيقية اللي المفروض يستفادون اللي هم شبكة الحماية الاجتماعية. نعم. هذول يعني الأراضي حوالي 441,000 قطعة متيسرة. العدد اللي جاء 100,000 من شبكة الحماية الاجتماعية في البصرة. كم وحدة سكنية يحتاج لنا بالعراق؟ بحدود مليونين ونص تقريبا. مليون ونص. تقريبا يعني. إذا جاد الحكومة في إنجاز مليونين ونصف وحدة سكنية. شنو رأيك اليوم المواطن العراقي ما راح يحب هذه الحكومة وراح يحب مؤسسات الدولة؟ راح يش اليوم المواطن العراقي إذا توفرت له كل العراقيين لهم وحدة سكنية. تمام. ما راح يشعر المواطن العراقي إنه هذه الحكومة قدمت له شيء أو هذه الوزارة قدمت له شيء وراح يكون إنجاز عظيم والله للدولة. والله المواطن العراقي حقيقة ماكو يعني ما أعتقد أكو مواطن بالعالم عنده عطاء لبلده مثل المواطن العراقي. هي في ظل هذه الظروف يعني وتردد الخدمات كذا العراقيين معطائين في ضحين يعني. بس ما عنده قطعة قاع. بس ما عنده قطعة. يبدو إن مشاكل العراقيين باتت ككرة النار يتقاذفها المسؤولون فيما بينهم. كلام وكيل وزير الإعمار والإسكان والذي اتهم فيه هيئة استثمار بغداد بأنها مسؤولة عن عدم محاسبة الشركة المسؤولة عن تنفيذ مجمع العامرية السكني. نقلناه إلى رئيس الهيئة والذي أعاد رمي المسؤولية على وزارة الإعمار وتحميلها تبعات الموضوع. باختصار كم تبلغ نسبة المشاريع المتلكة في بغداد؟ حقيقة موضوع التلكؤ بمشاريع الاستثمار يعني أنا مثل ما تحدثت مع حضرتك قبل البرنامج يعني لا تسمى هي كتلكؤ لأن التلكؤ عادة يصير في المشاريع اللي تكون محالة من الدولة وبأموال الدولة فبالتالي يحصل بها تلكؤ نتيجة عدم دفع مستحقات أو من هالقبيلة أو بسبب ظروف البلد فيصير بها تلكؤ. دائما التأخير وليس التلكؤ في المشاريع الاستثمارية وهي مشاريع قطاع خاص وممولة من القطاع الخاص فالتأخير اللي يصير بها هو دائما يكون سبب جهات حكومية وتعرقل أو تؤخر موضوع العمل بالمشروع وهذا نادر ما لأن تعرف المشروع الاستثماري
عندما يتأخر اللي يصاب بالضرر بالدرجة الأساسية المستثمر نفسه، وعادة المستثمر بكل أحواله هو يبحث عن العمل ويبحث عن الربح، فبالتالي أي تأخير هو ليس من مصلحته مطلقا. فأنا يعني أجزم أقول لك ما عندنا، لا يوجد مشروع واحد أو اثنين احتمال بهن أسباب مالية، أما البقية فلا يوجد مشروع استثماري متأخر أو متلكئ بسبب المستثمر يعني نفسه. أفهم من كلامك أنه المشاريع العامة اللي بيها يعني وزارات محالة من وزارات، ماكو أي مشروع متلكئ؟ لا لا، المشاريع أنا قلت لك المشاريع اللي تحال، شوف الموضوع بجانبتين أو ثلاثة. الأولى أنا تحدثت على مشاريع المقاولات من الدولة، ويقال أن نسمع بالإعلام أنه 8000 أو 9000 مشروع متأخر، هاي بسبب أكو استحقاقات للمقاولين اللي هي تقدر ب 5 تريليون أو أكثر ما مستلميها، فبالتالي تلكأت واندثرت. الموضوع الثاني هو أكو مشاريع استثمارية لكن تم إحالتها من قبل وزارات يعني ولمنتسبيهم، وأيضا هذه تلكأت بسبب طبيعة العقود التي تم توقيعها والإجراءات اللي اتخذت من قبل تلك الوزارات، وعندنا موجودة بالإسكان وأيضا بالمالية وبالتعليم العالي. من اللي يأخر؟ ثلاث جهات يعني، هذه ثلاث جهات أحالت هذه المشاريع وأحالتها بطريقة خاطئة، فبالتالي حدثت بها إشكالات كثيرة. بينما ترى المشاريع العاملة عليها الهيئة وبدون تدخل يعني لن تكون بها عقود مع وزارات باستثناء عقود مع الجهات المالكة للأراضي، تراها عاملة. هسه اليوم عندنا تلاحظ في بغداد أكثر من 26-27 مشروع سكني يعمل وبمستوى عالي، وأكيد أنت مطلع في بغداد كثير من المشاريع بكل القطاعات هي عاملة يعني ماشية ما بها إشكال. هيئة استثمار بغداد ما عندها أي مشروع متلكي؟ لا، احنا لا نمتلك الارض، احنا جهتنا اجراءاتنا او عملنا هو جهه وفق القانون تعتبر هي جهه كاشفه وليس منشئه للمشروع. نعم. كونها لا تمتلك الارض ولا تمتلك المال، وهي وسيط بين المالك والمستثمر. نعم. وعاده دائما ما تكون عملها بالدرجه الاساس هو يدعم المستثمر ويدعم القطاع الخاص حتى يوصل الى بر الاموال للعمل. عفوا، القضيه انتم مسؤولين الدرجه الاولى في قضايا الاستثمار. اكيد. نعم. اولا تعطون الاجازه. نعم. ثانيا تشرفون على المشاريع. نعم صحيح. طيب يعني الاجازه هاي نقطه. نعم. عندي النقطه الثانيه عندي مهمه جدا اللي هي اشراف على العمل. بعد الاشراف على العمل بعد اكتمال التصاميم والمخططات مثلا. إيه؟ مشروع التاجيات ومشروع العامريه. جيد، يعني تحدثت على مشروعين اللي هذا اللي إيه ضمن الفقره الثانيه اللي قلتها يعني هي المشاريع المحاله من قبل الوزارات. انطيك فت صوره مختصر على المشاريع هاي. ب 2012-13 تم نعم. اعلان في وزاره الاسكان والاعمار عن مشروعين او ثلاث مشاريع في بغداد. نعم. وتم احاله المشروع بشكل كامل عن طريق وزاره الاسكان والاعمار، وجانا باكج كامل بانه مشروع باعلان بمنافسه وأحيل إلى شركتين، وإحنا بدورنا أكيد لازم ندعم للمستثمر، فانطينا إجازة استثمار بناء على المعطيات التي وردت من وزارة هي مسؤولة في هذا القطاع، ووزارة لها باع طويل في هذا القطاع، فأعتقد ممكن أن يقع اختيارها على شركات رصينة، وأيضا طريقة العقود يجب أن تكون بالطريقة منصفة وليس طريقة عقود أشبه بعقود المقاولات وتحمل الدولة أضرار بهذا الموضوع. مثلا موضوع التاجيات تعاقدوا مع الشركه اشبه بموضوع عقد المقاوله، ان يقوم المستثمر بانشاء جزء من المشروع على ان يصل 10 أو 20%، وتقوم الوزاره بدفع جزء من المبلغ، وهذا موضوع مقاوله. بالتالي وين عكسوا هاي القضيه؟ عكسوها انه سجلوا لموظفيهم ومواطنين اخرين وجبوا اموال منهم خلافا للقانون وبدون علم. مخالفين للقانون؟ مخالف طبعا بهاي النقطه، مخالفين 100%، لانه احنا عاده هاي وزاره الاعمار والاسكان. نعم. لن بهذا نسمح الملف. لن نسمح بجبي أي مبالغ من المواطنين إلا بعد أن نرى نسبة إنجاز بالمشروع ويكون ويصل إلى مرحلة إنجاز مرضية للمواطن ولنا، بحيث نقتنع أنه هذا المشروع وصل مرحلة يعني ممكن أنه نسمح للمواطنين بالتسجيل به. هذا لم نسجل ولم نرى مواطن ولا كذا، فسجلوا مجموعة من المواطنين وكذلك مشروع العامري. من وصل الموضوع بهذا الاتجاه احنا سحبنا الاجازه الاستثماريه من مجموع من مشروع العامريه تحديدا، من مشروع الاجازه من مشروع التاجيات. سحبنا الاجازه من مشروع التاجيات، وبعدين راح قام دعوه على الوزاره وكسب دعوه بمبلغ 6 أو 9 مليون دولار. طيب. على الوزاره بسبب العقد، لان العقد انطوا به حقوق للمستثمر اكثر مما ينطون به حقوق للدوله. موضوع العامريه
نفس الطريقة الوزارة أحالت المشروع وأمطته وسجلت لي 400 مواطن، والأربعمائة مواطن أخذت منهم مبالغ مختلفة. طيب. وإحنا نتذكر المواطنين لم يسلمونا ولم ندعو للتسجيل. نعم. مع الطرف إجوا نزلوا نزلوا المستثمر على الأرض، اشتغل بنا هياكل، تبين لاحقا أنه وزارة الإسكان متعاقدة أرض ليس ملكة. لا اسمح لي هو أولا الأرض يعني أنت من أنت ما أنا ما متعامل ويا واحد بالشارع. متعامل مع وزارة. الوزارة من إجت قالت هاي الأرض ملكنا ومخصصة. ما يعني تطلب عائدية؟ لا بالسند هو طبعا إجوا الأرض السند مكتوبة وزارة المالية مخصصة إلى وزارة الإسكان والإعمار. بما أنه مخصصة إلى وزارة الإسكان والإعمار بإمكانهم أن يقيمون عليها مشروع. من إجوا أقاموا المشروع واشتغلوا بالمشروع. نعم. ما كملوا الإجراءات مع أمانة بغداد بموضوع التصاميم التفصيلية. راحوا صادقوا بالهيئة العامة للإسكان وهي هيئة ريادية وهيئة سيادية بهذا الموضوع ولها باع طويل. نعم. لكن أكو تفاصيل تبين أنه البنايات على شارع بالتصميم الأساس. إلى أن قمنا بالإجراءات رجعنا ويا وزارة المالية والإسكان، عدنا نقل الملكية لأن وزارة المالية رفضت أنه تنطي المشروع لوزارة مخصص لمنتسبيها، وافقت وزارة الإسكان ورجعت الأرض إلى وزارة المالية، فالآن العقد تحول بعاما مع وزارة المالية. نعم. وأيضاً التصميم مع أمانة بغداد. من كملنا هاي الإجراءات اللي طولت لها حوالي 4 سنوات من الروتين والبيروقراطية القاتلة التي ليس لها مثيل حقيقة. هنا المواطن امتص. إيه فإحنا بقينا وين آخر لحظة باللحظات الأخيرة قالوا إلغوا المشروع. قلت لهم أوكي انطونا الحال لهذا الموضوع، لأن بلغنا من قبل مجموعة من المواطنين يعني جو قسم من عندهم وناشدونا عن طريق وسائل الإعلام، وقسم الآخر يعني بهم جماعة زارونا اللي هنا قالوا يا بأحنا 400 واحد وعندنا مبالغ. فطلبنا من الوزارة بكتاب رسمي أنه تفتحون حساب بالمصرف على أن يقوم المستثمر بإيداع حقوق المواطنين المدفوعة، يعني هاي المبالغ المدفوعة يتم إيداعها بهذا المصرف، وللمواطن أو المسجل من دول 400 أن يسحب المبلغ اللي مودعه أو لا يقول أنا ما أسحبه أبقى أنتظر. طيب. إنشاء أنا المشروع. سمعت حديث عن أنه بعد هذه الإشكالات اللي صارت حيكون أكو خيار آخر اللي هي أما عودة المستثمر. نعم. مرة أخرى للموقع. نعم. تمام، مع إعطاء ضمانات لفترة إنجاز المشروع أو تحويل المشروع إلى مستثمر آخر. تسويته. نعم. تمام. وهذا فحيكون هذا الأمر. وهذا الحصار. ممكن حيصير له. طبعًا إحنا هذا الموضوع ماشيين بتبيه، بس إحنا تعرف أكو قضايا أكو قضايا تفصيلية عميقة يعني حقيقة مؤسسات الدولة بكثير من الأمور روتينية يعني غير قابلة أو غير قادر على يعني أنت اليوم دز كتاب لأي وزارة حتى ما تجاوبك. أنت كرئيس استثمار. لكن من يكون مستثمر متابع الإجراءات، لأن كل إجراء يحتاج لأمور تفصيلية. يحتاج لكشف ميداني ويحتاج لمسح ويحتاج لجهات تطلع زراعة وصناعة ومساحة وماء وكهرباء. طيب. ومجاري وآثار، هاي كلها الجهات من تطلع تمسح يحتاج لها خلي نقول حد المتابعة الدقيقة. طيب. فذولا يقوم بهم المستثمرين يكملون هاي الإجراءات. الأرض الآن أصبحت تقريبا تخلصناها من المشاكل، الآن بقعدنا أمامنا خيارين. يعني الخيار الأول أما الاستمرار مع المستثمر، وراح نشوف يعني احنا مفاتحين الوزاره حتى لفتره. نعم. قبل العيد بلغناهم انه هذا الموضوع انه حتى نحفظ حقوق المواطنين، يعني بموضوع العمريه ما اعتقد حقوق المواطنين تروح، لكن هي صح تاخرت والسبب الرئيسي هي وزاره الاسكان وليس نحن. طيب اليوم. نعم. السيد حتتابع الحوار بوكيل وزير العماره والاسكان. نعم. بكل صراحة اتهمكم بأنتم السبب العرقلة هيئة الاستثمار. لا تدري هذا رمي يعني شلون خلي نقول يرمي الكرة في مرمى الآخر، ولكن هو بالواقع احنا حقيقة خلي أقول لك شغلة، احنا شغلتنا بالضبط مثل ما واحد عنده سيارة وتطلع له سنوية، يعني انت السيارة تجيبها وانا طلع لك سنوية، مثل اثنين يتزوجون وتحط طلع لهم عقد زواج، يعني انا ما قال لك روح اخطب وتزوج منه، انت تزوجت وانت جبت من اسر الزواج الزواج الاسكان والمستثمر الابناء المستثمر ووزاره الاسكان وقعت براس المواطن الذريه. نعم. الذريه اي، فمن اللي ورطهم ورطتهم وزاره الاسكان بالحقيقه. فاحنا بالحقيقه وين منو احنا بهذا دورنا دور القاضي. احنا كانه لان تدري اني دوري اني لا امتلك الارض، انا منحت. طيب. الاجازه منحت الإجازة الغاية من عنده حتى أقوم الطريق. مو أكو مشكلة قانونية على جنابك بإعطائك الإجازة؟ لا ليش مشكلة؟ لموقع أكو خلاف عالي على لا 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 مو هو ابتداء أنا من يعني أنت زين الوزارة اسمح لي، الوزارة شلون أولا أعلنت الموضوع لمدة شهرين أعتقد
وتقدمت عدة شركات. يعني سمعنا بالإعلام، أنا حالة أي مواطن سمعت بالإعلام وتوقعت الموضوع أصلاً ما يجي يمنا، ففوجئت اتصل بي معالي وزير الإسكان الأسبق وقال لي أنا هاي عندي مشروعين ولمنتسبي وزارة الإسكان، وتدري إحنا من هذا المبدأ اللي هو ندعم وفرحنا بهذا الموضوع أنه هو الموظفين. فجاء أحد مستشاري الوزير، أنا حتى لم أرى المستثمر ولا جاني باكج كامل، ملف كامل بدراسة جدوى وبمخططات مصادقة وبكفاءة مالية وبإحالة وبتفاصيل. فإجانا هذا الباكج فبكل سرعة، يعني حتى من إحنا الإجازة عرضنا على مجلس الإدارة بشكل سريع حتى ما طلبنا حضورهم ودزيت العقد إلى وزارة الإسكان حتى يوقعوا. مستفيدين من مجمع العامرية، نعم. على من يقيمون دعوة جناب؟ لا على الاستثمار وعلى وزارة الإعمار. منو اللي أخذ من المال؟ الطرف الأول وزارة الإعمار. خلاص المفروض يقيمون دعوة على وزارة الإسكان. طيب ليش اليوم يعني يقولون وزارة الإعمار أنه خاطبوكم لي أكثر مرة اسحبوا إجازة الاستثمار أنتم ما سحبتوها؟ لا مهنا الملكية تغيرت، الملكية الآن المستثمر صار عنده حقوق أخرى، أنه الملكية تحولت إلى وزارة المالية. يعني وزارة الإسكان ما بقت متمسكة بأرضها، انطت كتاب رسمي إلى وزارة المالية قالت له ما هي الأرض لكم، فويا من صار عقده، صار عقده ويا مالك آخر. فش بقى موضوع الإسكان يصيرون هنا بمخيرين لموظفيهم أو لغير موظفيهم، باعتبار الموضوع الآن طلع من وزارة الإسكان بالمعنى الحقيقي. طيب المالك تغير الآن، ليش اليوم إذا ما موجودة مجمعات سكنية وحدات سكنية لقطاع خاص، ليش عد ما يجي المستثمر في القطاع الخاص تسهل له جميع النقاط والمعرقلات تختفي والابواب تفتح له؟ لا لا نفس الشيء، حتى يصير استثمار القطاع العام بين وزارات. لا لا هو مو قطاع بس، يعني اقول لك لان هذا الموضوع قلت لك انا ايضا بالتعليم، نعم. ترى نفس المشروع، مشروع الاخوه بالتعليم نفس القضيه، ومشروع البويه الماليه نفس القضيه. يعني هاي بسبب العقود، يعني انت كوزاره من تعاقدت مع مستثمر، اولا المفروض ما تحمل الدوله اي كلف ماليه ولا تتعهد بموضوع البيع ابتداء. يعني المفروض تمنح المستثمر وتخليه يروح يشتغل بالمشروع ويصل إلى نسبة إنجاز مرضية بحيث المواطن يكون واثق من القضية أمامه، أو على الأقل نسبة 25%، بعد ذلك يفتح التسجيل. وزارة الإعمار والإسكان، وزارة الإعمار والإسكان عندها وحدات سكنية ومجمعات سكنية تشتغل عليها. وينها مش بنت هي من ذاك اليوم؟ وزارة الإعمار والإسكان مقاولين، مقاولين وزارة الإعمار والإسكان؟ لا مو مقاولين. يعني أنا أفهم من كلامك أنت قاعد تقول مقاولات، إنه يكون هيجي هيجين التنظيم، هذا صار مقاول. صار بالضبط. طيب أنا ما سانع بصراحة وزارة تقاول. لا هي بالعكس، هي وزارة الإسكان هي أم المقاولات. ما يخالف بس يعني مو مقاولات إيه الوحدات السكنية. هو تعرف لا هي مشاريع حاسة، مشاريع الإسكان اللي بنتها على مساحة العراق. طيب وأنت تحدثت عن نقطة. اسمها استثمار. تمام. بما أنه اسمه استثمار المفروض يعني تخضع للظروف وقواعد الاستثمار العامة. قواعد الاستثمار العامة، إحنا من لا نسمح بالبيع ولا نخلي حقوق لمواطنين مع الدولة ونورطهم مثل ما ورطتهم وزارة الإسكان، مثل ما ورطتهم وزارة التعليم، وكذلك المالية، وأيضا هذول ثلاث وزارات ثلاث مشاريع تلكئن بسبب العقود. يعني أنت عقد تتعاقد أنت مستثمر وأنا وزارة، أجي أتعاقد وياك أقول لك أنه أنت أنجز المشروع وأنا أعطيك أول دفعة عندما تصل 20% كذا مبلغ، 30% كذا مبلغ، وبعدين هاي القضية هم رقابة ومهندس مقيم وإشراف من عندهم، حتى نسب الإنجاز هم يحددها المهندس من عندهم وفيها خلل أيضا، ويروح ويجي ينطي يسلم مبالغ للمستثمر ابتداء على أي أساس؟ يعني على أساس تنطي أنت مبالغ وهو مستثمر المفروض جاي بفلوسه يبني ولاحقا ممكن أن يعلن عن البيع؟ فإجراءات التعاقد في وزارة الإسكان يعني غير سليمة، غير سليمة، ويعني مشكوك حتى في أمرها. نعم قد تكون وراها فساد، غير سليمة تماما واضحة. تعرف ليش فيها فساد؟ أنا هسه ما أعرف، يعني ما يصير واحد يعني، بس هي الواقع العام. يعني احنا هسه مثلا ليش ما تلكت اليمامه، الايادي، بوابه العراق، ليش ما تلكت مشروع الكار ايضا مع وزاره العلوم والتكنولوجيا، ليش ما تلكت مشاريع متعدده عندنا؟ يعني ليش اكو بها تاخير بسبب ظروف ووضع وكذا؟ لكن العمل ماشي. يعني تدري اكو مطبات كثيره بالطريق امام العمل، لكن هذه المطبات ممكن ان تجتازها. حديثنا كان عفوا استاذ شاكر، هذا يجرني الى حلقه مقبله باذن الله، حلقه الاستثمار والتجاوزات على الاراضي الدوله وعقارات الدوله وما شابه ذلك. عافى الله العراق من الفساد،
ونشكرك لسعة صدرك. 300 مليار دولار قيمة المشاريع المتلكئة في عموم البلاد، البيروقراطية الإدارية وغياب الخطط الصحيحة وعدم تشريع القوانين المرنة الجاذبة للاستثمار، إضافة إلى الفساد المالي والإداري، كل ذلك أدى إلى تردي الواقع الخدمي والعمراني وظهور مئات المشاريع المتلكئة في العاصمة. في أمان الله.